السلام عليكم، معكم سامي دانان مصمم ديكور. مرحبا بكم على السيت ديالنا لالا بلوس. اليوم غادي نهضروا على لي طابلو، الطريقه ديال لو شوا ديالهم، كيفاش ممكن انا نختاروا دي طابلو، كيفاش ممكن انهم يتحطوا في الدار، سواء في شومبرا كوشي، سواء في ان صالون ماروكان ولا في ان صالون اوروبيان. بصفه عامه لا باز سي كو كيخص يكونوا لي كولور يديروا لنا الغابيل ديال لو صالون. ملي كان مثلا كنختاروا ان طابلو اللي غادي نديروا معاه ان صالون، ممكن منه كنخرجوا لي بيتي كوسان ديالنا على حساب لي كولور اللي غيمشيو فيه، كيف ما كتشوفوا في هاد لي طابلو اللي عندنا هنا في هاد ليكسبوزيسيون اللي كاينه اللي غنوريو دابا، فيها لي شومبر كوشي وفيها لي صالون ماروكان لي صالون اوروبيان.